أعلنت وزارة الصحة شفاء 1005 حالات من المصابين بمرض كوفيد-19 ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 19,282 حالة. وقالت الوزارة أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند تسجيل 487 إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية وعشر وفيات جديدة، ليصبح المجموع الكلي لعدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد 31,131 حالة.